يكبروا الحقيقة. دايماً دايماً. فالحقيقة دي كانت فكرته، احنا بنشكره عليه. لا فكرة حلوة جدا طبعا، لانه المطبخ المصري شباب. بالذات في اكلات جميلة جدا واقتصادية جدا وطعمها حلو جدا، تتخيليش ان الواحد ممكن ياكلها ويحس ان هو واكل اكلة فخمة. اختفت ليه؟ اختفت لان ما ممكن كسل، عارفه الناس بقى بقت بتستسهل دلوقتي. عصر السرعه جدا جدا. الحاجات البسيطه الخفيفه دي، ناس بقى كانت قاعده بمزاج وتقعد تعمل الحاجه بفن وتفكر طب ايه البديل واجيب منين واعمل ايه، هو ده اللي خلى الاكلات بتاعتنا ليها طعم تاني. اكلات جدودنا بقى زي ايه بقى؟ اشهر الاكلات اللي اختفت. نبتدي منين ولا منين؟ جاي من اي مكان. عشان بصوا بقى، الاكله اللي هتعجبني انت ما كنتش حاططها، انا هزودها عشان نعملها برضو. يلا طيب. طيب احنا بقى استاذه نفين عاملين الاسبوع ده، عاملين ايه؟ خبيزه. وعاملين دي كمان الاكلات اللي اختفت برضه. طيب عملت الشلاوله؟ الشلاوله لسه جايه، هنعملها ان شاء الله. هتعملها يوم هيعمل يوم الخميس. شلاوله وطبعا اللي كلنا سمعنا اسمها تاني ايام الكورونا، كل العالم العالم كله كان بيتكلم على الشلاوله ومش مصر بس. ايام الكورونا الشلاوله وديت ميزتها انها سريعه ومش بتحتاج، انا مش عارفه ازاي، بس هي مش بتحتاج بوتاجاز ولا بتحتاج نار ولا بتحتاج اي حاجه. الوصفه الاساسيه بتاعتها ملوخيه ناشفه وتومه والميه، واتعملوا مع بعض والكمون بقى والبهارات بتاعتها. هتعملهم ايه؟ بقت كده ان شاء الله هتعملها ان شاء الله. انا ما جربتهاش قبل كده بصراحه، يعني انا عارفاها بس عمري ما جربتها. انا عازمك يوم الخميس معايا. يلا بينا. المغليه هنعملها النهارده، والمخروطه اتكلمنا عليها، وعندنا مطبق صعيدي اتكلمنا عليه. ده وعملت الويكا. الويكا هنعملها بقول لك ايه يا شيف، ما تخليها هي تقول ايه اللي اختفت ونشوف احنا عملنا ايه منه. طيب الويكا اللي هي الباميه الكبيره ديت والكبيره اللي بتتقطع، في نوعين، الكبيره اللي هي الشيخه بتتعمل ويكا وباودر كمان، وفي بقى في الريف بيعملوا حاجه اسمها المكموره. المكموره دي عباره عن رز وكل انواع الخضار مع بعض، بيتحطوا في الفرن وتطلع تتاكل بعيش. بالظبط دي اسمها المكموره. في حاجه تانية بقى انا اكتشفتها في النوبه، اكلات كتير جدا غريبه علينا صحيح، بس انا مش عارفه هل ممكن يبقى طعمها حلو دلوقتي اتعملت ولا لا. عندك مثلا يعملوا البيض بالرز والبصل. ايوه يعني هي كده حاجه شبه التشاينيز شويه. يعني حاجه كده، يعني يحطوا البيض فوق الرز بعد ما الرز يستوي في ميه البصل، يروحوا حاطين مفقاشين بيضه بيضه بقى بيضه بالبيضه. على فكره في اندونيسيا وتتعمل كده. في اندونيسيا في اسيا، ما انا بقول لك هي تشاينيز تقريبا. هم خدوها مننا، هم خدوها مننا. والمغرب العربي برضو. وعندنا اكله في العريش اسمها اللصيمه. اللصيمه اول مره اسمع عنها دي. اللصيمه دي بقى بتتعمل بجمر النار في الرمل، دي عباره عن عجينه، دي مرحلتين، عجينه بتتعمل لوحدها دي بتتحط في الجمر بتاع اللي موجود في الرمل تستوي، وعلى الناحيه الثانيه بيكون فيه بطيخ وبتنجان. بطيخ اللي هو العجر ده، اللي العجور. هو العجور ده وبتنجان يتشوا ويروحوا متدقيين مع بعض، ومحطوط عليهم بقى طماطم وبهارات ومش عارف ايه، ويحطوها على اللصيمه على العجينه. العجينه ده اللي على النار، العجينه اللي تكون استوت بقى، فالعجينه ترجع تطرى لان هم دول هيبقوا سخنين. بالظبط. ويعجنوهم مع بعض تبقى حاجه زي البودنج بس حادق كده. طب بقول لك ايه يا شيف، انت عارف المثل اللي بيقول اذا فاتك الضاني عليك بالحمصاني؟ مش عارفه؟ ما انت سكت. انا بسمعك، هو بيستناك، هو بيشوف انت مذاكره ولا لا. انا بسمعك، مستمت ليك. عارف معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ايه؟ لازم الاستاذه ايه تقول لنا ثاني فين؟ عليك لو فاتك الضاني، يعني لو مش معاك فلوس تجيب لحمه ضاني، عليك بالحمصاني اللي هو الحمص، لان هو بروتين فيه نفس البروتينات بتاعت اللحمه، فده بيعوض ده. الفقير يقدر ياكل، الغني يقدر ياكل. طب انت عمركم سمعتوا عن المثل ده؟ كل فول وقفاك يبقى عرض وطول، ولا تاكل كباب والديانه واقفه لك ورا الباب؟ لا انا عمري ما سمعت المثل ده، بس جميل.